بسم الله الرحمن الرحيم. يوم 16 مي من كل سنة هو اليوم العالمي للناس ذوي الاحتياجات الخاصة، أو اللي يعانون من إمكانية الوصول للأشياء، مثل عندهم مشاكل في الكلام، في التفكير وغيرها. فأبل احتفلت في هذا اليوم هذه السنة، وقررت أنها تكشف عن بعض المميزات اللي قادمة في نظام الـ iOS 18 واللي راح تعلن عنه بعد أسبوعين. فهذه ما هي مميزات أو تسريبات، لكن هذه أخبار أكيدة من موقع أبل الرسمي. فأبل أضافت 8 مميزات راح أتكلم عنها، وبعضها ممكن راح تكون مفيدة حتى للناس العاديين. أول ميزة أنه الآن تقدر تتحكم بالآيباد والآيفون عن طريق حركة العين، فتقدر أنه الكاميرا الأمامية راح تلتقط حركة العين، وبالتالي تختار لك الأشياء اللي موجودة على الشاشة. ما أتوقع أنها راح تكون بنفس كفاءة اللي موجود في نظارة أبل، لكن تنفع للناس اللي عندهم مشاكل في لمس الأجهزة، فراح يقدرون أنهم يتحكمون بأجهزتهم عن طريق حركة العين. الميزة الثانية واللي أحس أنها أيضا مفيدة ممكن للكل، أنه الآن الجوال راح يهتز بحسب الأغنية اللي أنت تسمع لها. فمجرد أنك تمسك الجوال فراح يكون فيه اهتزاز بحسب الموسيقى اللي أنت تستخدمها. الحاجة الثالثة واللي أتوقع أنها كانت موجودة من زمان، يمكن بس كانت بطريقة ثانية، أنه الآن أنت تقدر أنك أنت تضيف كلمة، بحيث إن مجرد أنك أنت تقولها راح تفعل لك اختصار، فتقدر أنك أنت تعمل لك اختصار عن طريق تطبيق الشورت كاتس أو الاختصارات اللي موجود على الجوال. يكون في وظائف معينة مجرد أنك أنت تقول الكلمة فراح يفعل لك هذا الاختصار، وبالتالي فيه أوامر راح تتنفذ بمجرد أنك أنت تقول كلمة واحدة. وهذا مفيد للناس اللي عندهم صعوبة في النطق، بحيث أنهم يقولون كلمة واحدة وراح يتنفذ اللي يرغبون فيه على جوالهم. من المزايا أيضا واللي قادمة للكار بلاي، واللي هو نظام أبل للسيارات، أنه الآن راح تكون في أوامر صوتية. أيضا راح يتعرف على الأصوات اللي حوله، فمثلا لو الناس اللي عندهم مشاكل في السمع، إذا أحد ضرب بوري وراهم أو في أي صوت عندهم راح يعطيهم تنبيه على الشاشة. وأيضا للناس اللي عندهم مشاكل في الرؤية، فتقدر أنك تطبق اللي هو الكلر فلتر، فالناس اللي عندهم مثل عمل ألوان يقدرون أنهم يتحكمون بجودة الألوان على الشاشة. من المميزات أيضا في تطبيق المكبر، انه لو جيت انت صورت اي لوحة قدامك فراح يتعرف على الكلام اللي موجود فيها، وبالتالي راح يعرض لك، وتقدر انك تتغير لونه، تكبره او تصغره بحسب رغبتك. ايضا من ضمن المميزات انه الان لما تيجي تكتب رسالة فراح يظهر لك هذا المربع الاسود، بحيث انه يكبر الكلام اللي انت تكتبه، وراح يظهر لك بشكل اوضح. فهذه مفيدة أيضا للناس اللي عندهم صعوبة في النظر، بحيث أنه لو كان مربع النص عندهم صغير أو ما يقدرون يقرون اللي فيه، فراح يظهر لهم بالمربع الأسود هنا اللي فوق. من ضمن الأشياء أيضا للناس اللي عندهم تلعثم في الكلام، مثلا الناس اللي عندهم جلطات أو عندهم بعض الأمراض اللي تخلي لسانهم ثقيل وما يقولون الكلام بشكل طبيعي، فالآن يقدرون أنهم يتفاعلون مع أجهزتهم، والجوال الآيفون أو الآيباد راح يتعرف على الصوت حتى لو كان فيه تلعثم أو كان فيه بطء. ومن الأشياء أيضا اللي أضافوها أنه في بعض الناس عندهم مشاكل لما يكون راكب في السيارة والسيارة تتحرك ويناظر جواله، فيسبب له نوع من الدوخة بحسب ما فهمتها واللي قريته، فراح تظهر له هذه النقاط واللي تساعده أنه يكون أكثر راحة إذا شاف جواله وكان راكب السيارة. بحسب اللي فهمته، يعني الله يشفيك المريض، لكن بحسب هذا اللي فهمته أنه في ناس لما يكون راكب في سيارة ويناظر جواله يسبب له نوع من عدم الراحة، فهذه النقاط راح تساعده على أنه يستخدم جواله إذا كان في سيارة تتحرك بكل سهولة. فهذه تقريبا 8 مميزات أعلنت عنها أبل، بعضها قد يكون مفيد لكل الناس وليس للناس اللي عندهم مشاكل. فوش رأيكم في هذه المميزات؟ ننتظر النظام اللي راح يكون فيه مميزات كثيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي. هذا اللي حبيت أوضحه، يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.